أهلا بك في دليل الجي حول كيفية ضبط محاذاة الثلاجة ذو بابين متقابلين. إذا كان باب الثلاجة يبدو غير مستو، يمكنك تعديله بسهولة. تأكد مما إذا كان هناك اختلاف في الارتفاع بين البابين. قبل محاذاة الأبواب، تأكد مما إذا كان مستوى الثلاجة مستو بشكل صحيح. إذا لم تكن كذلك، يجب عليك ضبط مستوى الثلاجة قبل محاذاة الأبواب. إذا كنت تحتاج إلى المساعدة لضبط المستوى، يمكنك الرجوع إلى مقطع الفيديو الخاص بنا حول كيفية ضبط مستوى الثلاجة. بالاطلاع على تعليمات محاذاة الباب، يمكنك تحديد مكان صامولة الضبط في الجزء السفلي لأي باب. تأكد من عدم الخلط بين هذا وبين أرجل ضبط مستوى الثلاجة. استخدم مفتاح الربط أو مفاتيح الربط المرفقة مع الثلاجة ذو بابين متقابلين. تتكون صواميل الضبط من صامولة ذات إبزيم وبنز تعديل المفصلة. قم بفك الصامولة ذات إبزيم أولاً بتدويرها في اتجاه عقارب الساعة. بعد ذلك، استخدم الجزء الصندوقي في طرف مفتاح الربط لضبط ارتفاع بنز المفصلة. يبلغ النطاق القابل للتعديل بحد أقصى 3 مليمتراً. لخفض الباب، قم بالتدوير في اتجاه عقارب الساعة. لرفع الباب، قم بالتدوير عكس اتجاه عقارب الساعة. تأكد من محاذاة الأبواب بشكل صحيح. بعد محاذاة الأبواب، قم بربط الصامولة ذات إبزيم بتدويرها عكس اتجاه عقارب الساعة. تأكد من عدم الإفراط في إحكام ربط الصامولة ذات إبزيم. أنت الآن على أتم الاستعداد. إذا كانت لديك أي أسئلة أخرى أو بحاجة إلى مزيد من المساعدة، يرجى التواصل مع مركز خدمة الجي.